السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كده يا رين، لا بأس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده معايا موضوعين في السريع كده هتكلم فيهم. الموضوع الأولاني هو فضيحة مدوية، فضيحة تاريخية أعلنها بترو أتلتيكو، النادي الأنجولي اللي كان بيلعب ليه لاعبين شهيرين جدا في منتخب أنجولا ولعبوا للنادي الأهلي جيلبرتو وفلافيو، نادي شهير يعني في أفريقيا، واللي أعلنها بعد استقباله في الجزائر وما حدث معه. وكمان هنتكلم عن شركة لاكوست اللي تعمدت انها كل شوية كده تنشر لنا تيشيرت عليه خريطة العالم وفي خريطة المغرب مقسومة، وشوية تنشر لك الخريطة كاملة، قال يعني احنا مش واخدين بالنا، يعني هبل، احنا عبط يعني. انت ايه حكايتك بقى؟ فيلا بينا الاول نتكلم عن فضيحة بيترو اتلتيكو او فضيحة ما حدث مع بيترو اتلتيكو في الجزائر. فضيحة مدوية. قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك وتكتب كومنت وتعمل سبسكرايب وتعمل فولو وتعمل شير، كل حاجة تقدر تعملها اعملها، لان انا كل حاجة بنزلها في النازل، يعني كل حاجة بحطها على الفيسبوك او اليوتيوب في النازل. اهم حاجه تعمله ده، لانه الله اعلم ده سببه ايه، يمكن يكون بسبب تبليغات، يمكن يكون بسبب ملل من اللي انا بقوله. فاللي موجودين وبيتفرجوا لسه عليا ما ينسوش يعملوا لايك وشير، دول اهم حاجه تتعمل لو انت على الفيسبوك او على اليوتيوب. تعالوا نبدا اول حاجه، الفضيحه المدويه اللي خلاص هم في الجزائر عرفوا ان هم مش هينظموا الكان 2025، فيلا بقى احنا مش عايزين نستقبل حد في القعده ديت على طول. فجالهم مكالمه تليفون، الو الو، بترو اتلتيكو جاي اللي يلعب عندنا ماتش، عايزين ايه يعني؟ لا هنفتشه وهنقلعهم هدومهم في المطار. تفتيشات غير طبيعيه للعيبه، تفتيشات غير طبيعيه لبعثه بترو اتلتيكو، لدرجه ان الناس على صفحتهم الرسميه، والموضوع موجود على صفحتهم الرسميه، اشتكوا وقالوا احنا يعني تم استقبالنا بطريقه غريبه جدا، وقفونا لساعات في المطار، تفتيش، مراقبه، كاننا داخلين يعني مجرد. احنا يا جماعه انا عايز اسال سؤال يا جماعه، دي بعثه فريق بيلعب في دوري ابطال افريقيا رايح يلعب ماتش في الجزائر، انت ليه اصلا بتعمل له تفتيش وليه؟ انا ما شفتش كده. يعني الناس دي اي فريق مثلا بيجي مصر هنا ما فيش تفتيش، ما هو جاي تبع بعثه جايه تلعب بطوله، هيفتشوا اللعيبه ليه؟ فحاجه غريبه جدا. فقال لك وقفونا في المطار، حققوا معانا، قعدوا يقولوا لنا ايه ده وايه ده وايه ده، وحاجه غريبه جدا. والكلام ده موجود على صفحه بيترو اتلتيكو. وقالوا في الاخر انه بعد ساعات لما توصلوا خلاص، لان هم بقى عرفوا الناس الفريق الانجولي ما كانوش واخدين بالهم الفريق الانجولي ده جاي ليه، راحوا باعتين له اتوبيس عامل زي الجمعيه التعاونيه كده، اتوبيس اسود كده مكسر ما عليهوش لوجوهات ولا بادجات. الله، هو مش انتوا لسه لما كنتوا عايزين تنظموا الكان وعندكم امل في تنظيم الكان كنتوا بتجيبوا اتوبيسات عليها لوجوهات؟ اي نعم هي قديمه برضو بس عليها لوجوهات. فجاه يا جماعه بعتوا اتوبيس، شوفوه برضو نازل على الصفحات بتاعه بيترو اتلتيكو، اتوبيس اسود كده ومكسر وكله وبايظ من كل حته. مين طفى النور؟ فطبعا ده برضو نفس المكالمه جات لهم، الو، قال ايه، هنستقبل نادي بيترو اتلتيكو؟ لا معلش، لما تستقبلوهم ابعتوا لهم عربيه كارلو تاخدهم، هنطور على الحمار، ما احنا كده كده مش هننظم الكان 2025 خلاص، ابعت لهم عجله، احنا مش عايزين نستقبل حد اصلا. فخلاص هم دلوقتي بيتعاملوا على ان هم مش عايزين يستقبلوا حد، الناس اللي رايحه عندهم دي رايحه بالعافيه، يعني هم خلاص احنا مش هننظم الكان، مش هتنظم الكان، طب خلاص انا مش عايز استقبل حد بقى. يا باشا ده بطوله بتتلعب على، انا مش هستقبل حد يا عم، بطوله بتتلعب عندك. فجاه الاتوبيسات اللوجوهات اتشالت من عليها، وحاجه ما يعلم بيها الا ربنا يعني، وما بنشوفهاش غير في كوكب لالا. فانا شفت في الصفحات بتاعتهم بقالهم فتره عاملين يقولوا احنا هنعمل في فوزي الاقجع، واحنا اللي هنعمل في فوزي الاقجع، ومجهزين له مخطط كبير. وبعدين في الاخر المخطط واضح ان هو فعلا مخطط كبير، انه لما يجي فريق زي بيترو اتلتيكو يلعب عندكو يعمل الفضايح دي. والحمد لله الفريق ده لا مننا ولا من المغرب، ده فريق من انجولا، يعني الكلام ده كله اكيد دلوقتي انجولا واخده فلوس من المخزن، بترو اتلتيكو اكيد فوز الاقجع بيكولس وبيتلاعب، ده اللي بيتقال دايما يعني. فلنا الله والله في كوكب لالا. وادخلوا طبعا انتوا بتفهموا فرنش كلكم، انا مش عارف، لا انجولا بتتكلم برتغالي، ما علينا يعني، ادخلوا شوفوا على الصفحه الكلام اللي انا قلته ده كله موجود على صفحه بترو اتلتيكو. الموضوع الثاني، شركه لاكوست عماله تنزل تيشرتات كده لونها اسود وعليها خريطه، خريطه للعالم كله يعني، وتبص كده على خريطه المغرب اللي بالطول دي انت عارفها يعني، تلاقي فيها خط في النص كده فاصل، حاجه كده بتقسمها نصين كده، انت مش فاهم ايه ده،
طبعا انت احنا عارفين ايه ده خريطه المغرب مقسومه، بعدين تلاقي نسخ تانية نزلت من التيشيرت يقول لك لا ده النسخه اهي ما فيش مش مقسومه ولا حاجه. فاللي واضح انه في بعض التيشيرتات نزلت فيها خريطه المغرب مقسومه. فانا هنا بس كل اللي عايز اقوله انه لو نزلوا، لو الشركه دي انتجت 5 مليون تيشيرت عليهم خريطه المغرب كامله، واتنين منهم اتنين عليهم الخريطه مقسومه، برضو لازم كله يقاطع الشركات دي. اي شركه بتنتمي للدوله اللي هي صاحبه او الدوله الام لهذه الشركه، واي منتج من شركه لاكوست يتقاطع تماما، يتقاطع نهائيا، عشان الناس دي تعرف احنا ردنا بيبقى عامل ازاي لما حد بيتجاوز في حقنا. واحنا قلنا قبل كده انه خريطه المغرب خط احمر، اي حد هيستهبل ويحط الخريطه مقسومه والجو الاقرع ده احنا مش هناكل منه. واي حاجه في الدنيا، اي جهه في الدنيا هتحط خريطه المغرب مبطوره او مقسومه او فيها خط او مش كامله او مش باينه، الحاجات اللي ايه اللي فيها تلاعب دي، ردنا هيكون حاسم جدا وفي منتهى القوه على هذه الجهه وبمقاطعه اي شركه بتنتج شيء عليه خريطه المغرب غير كامله. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ ده اخر كلام عند احنا هنلحقها من كوكب لالا ولا منكو؟ انا مش ناقص يا اخويا، لنا الله والله في كوكب لالا. في نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتعليق، واشتمني حتى بس يعني اكتبوا تعليقات كتير عشان الفيديوهات ترجع تاني، لان الموضوع فيه تراجع كبير جدا وبدات اشوف انه مفيش ناس بيوصل لها اللي انا بقوله، وده تدريجيا بيقلل يعني طاقتي في الكلام اكتر واكتر غصب عني طبعا، وبيكون طبيعي. ف يعني حابب ان انا اكون متواجد دايما معاكم، وان بعد كده ان شاء الله ما اجهز اغاني للمغرب مره اخرى تتشاف عندكم بشكل اكبر، وربنا يكرمنا ان شاء الله جميعا. ولنا الله والله في كوكب لالا متعوده دايما. انتوا طبعا شايفين في التعليقات قد ايه في ناس بتدخل تكتب لي كلام ما يعلم به الا ربنا، وكله غير حقيقي بالمره، وانا مش فارق للناس دي يعني، لكن هو ده اللي معناه ان هم ما بيتوقفوش عن التبليغ على قناتي او على الفيسبوك بتاعي، هم شغالين عليا ليل نهار. يمهل ولا يهمل. فده بيؤدي الى تراجع السوشيال ميديا بتاعتي كلها بترجع وبتتراجع. فالحل لده ان يبقى فيه تفاعل ويبقى فيه تعليقات ويبقى فيه لايكات ويبقى فيه شير، هو ده اهم حاجة عشان نقدر نقاوم الموضوع ده بشكل كافي. حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب، ولنا الله والله في كوكب لالا، والسلام عليكم.